السلام عليكم خوتي المغاربة، خواتاتي المغاربة المغربيات. أولا السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درت الفيديو القصير والبسيط باش نتكلم على مدونة السير على الطرق، ولأغلبية فيكم يعني إلا ما قدش جلكم يعني إلا سولتو غيقول لي ما مطالعش، يعني ما عرفش مدونة السير على الطرق شنو فيها، شنو القوانين اللي فيها، مع انه تشترق يوميا ما عارفش يعني ما مطالعش على المدونة. غنتكلم لكم بطبيعة الحال على مدونة اخر تحديث ديال شو تنبيه 2016 وفق تعديلات القانون رقم 116/14. يعني الى جينا نشوفو هنايا، يعني باش طلب من اي مواطن بسيط انه يقرا هاد المواد كاملين، يعني تجي شوية ثقيلة على النفس ان الواحد غادي يقرا هاد المواد كاملين، يعني تنفترضو انه قراها يعني باش يتذكرهم وباش يعقلهم، يعني تجي صعيبة شوية. يعني الى جينا نشوفو هنايا عندنا 121/134، لان 134 باش فيها مواد كتيرة، يعني تقريبا نشوفو اخر مادة شحال، اخر مادة تدابير، نشوفو اخر مادة مادة ختامية 316، يعني 316 مادة، 316 مادة يعني باش تعقل ليها، يعني شحال واحد تسقط فخ انه فخ ترتكب واحد المخالفة وتخلص واحد الغرامة اللي تخلص واحد الغرامة اللي ماشي هي مناسبة لديك المخالفة اللي ارتكب. فهمت واش فهمتوني شنو تقصد؟ يعني بحال مثلا هو ترتكب واحد المخالفة، مثلا عندنا هنايا مخالفات، هاي مخالفات فين؟ مخالفات الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. يعني شحال واحد ترتكب مثلا مخالفة بالدرجة الثالثة وتخلصها، يعني تخلص الغرامة ديال الدرجة الثانية والدرجة الأولى. لي حلاش؟ لأنه ما عارفش، جاهل بأحكام ومضامين هذه المدونة. لهذا ارتأيت أنني نعمل واحد التطبيق اللي تلخص هذه المدونة، تلخصها في واحد، يعني في واحد التطبيق اللي مرتبان المواد فيها مرتبين واحد الطريقة باينة، اللي تتسهل على أي واحد أنه يمكن له يوصل المخالفة اللي بغى والعقوبة المناسبة لها، يعني بكل سلاسة وبكل يسر. ندوز للتطبيق باش نشرح لكم بشكل عملي العملية التطبيق كيفاش يخدم. نلتقيو بعد قليل. السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم. هنا حنا هنايا الهاتف النقال باش نشوفو نطالعو عن قرب عن التطبيق. التطبيق هو اللي ديال السائق من خلال العنوان سيتضح أن التطبيق سيخص السائق، السائق يعني السائق العادي أو المهني، يعني أي واحد يمكن ليه يستعمل التطبيق ويستفيد من المميزات ديالو. التطبيق حقوق الوالدات مدونة 2020 بطاقة مدونة. إذا كنت تدخل في سبيل البيقاء المخالفات مقسمة على
الدراجة أو الراجل يعني مثلا تسكت في مخالفة ديال الفرنسي على ما بقيتش، يعني شكون درت لك مخالفة، يعني شكون تتخص، شكون مع الفرنسي، يعني السائق اللي غادي تكون داخلة هنا السائق، فهمتوني؟ يعني السرعة، يعني السرعة السياحة المهنية، طلع الجميع المواد، نفس المواد اللي كاينة في الأقصر الأمريكية هنايا ما بقاش، يعني كان المواد نظرة المخالفات، مخالفة المخالفة الأولى، مخالفة الثانية، مخالفة الثالثة، نقدر نستجيب تسجلتيها هذه هي ومعلومات اليوم، يعني يصدق أن كل يوم يعطيك واحد المعلومة بطريقة عشوائية، يعني تقدر تعجبك أو ما تكونش في راسك وتكررها. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.